تعالوا نروح لخبر على طال عمره. مين طال عمره؟ اللي سنجفوه جمهور الاهلي فاكرينه؟ ايوه تركي الشيخ طال عمره. تركي الشيخ طال عمره اللي هو شغال عند يعني شغال بتاع مزاج سموه وبياخد باله من مزاج سموه بس مش حاجة تانية. هو مسؤول الترفيه. اعمل لنا يا ابني مسرحية هنا، يعني اعمل لنا مهرجان هنا. يعني اعظم انجاز عمله تركي آل الشيخ ايه؟ انه صالح اصالة على انغام. تركي آل الشيخ دلوقتي بيتكلم في السياسة وبيقول لك ايه بقى؟ الربيع العربي كارثة ودمار على العرب. الربيع العربي كارثة ودمار عربي، قبله كل شيء، قبله كان شيء وبعده شيء آخر. رجعوا عشرات السنين لورا، ما لم يخرج منه أحد سليم إلا مين؟ إلا الخليج. طيب أنا مش هرد عليه، أنا هحاول أجيب الأخبار هي اللي ترد عليه. هرجع مع حضراتكم المقال اتكتب في الجزيرة سنة 2018 وكان رشاد عبد مسعد فيه بيسأل لماذا تخاف الأنظمة الملكية من الثورات؟ لماذا تخاف الأنظمة الملكية من الثورات؟ هنا بيقول الكاتب: تركزت سياسات مملكة آل سعود الخبيثة بطرق عدة وأجادت اللعب على المتناقضات، ففي اليمن تمثل دورها في تقديم المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية وكبح جماح ثورة الشباب الشعبية السلمية، وفي الجانب الآخر تمول الأقلية الحوثية بشكل سري للسيطرة وساعدتها حتى دخول صنعاء وسلمتها لهم على طبق من ذهب، وضغطت على الرئيس هادي لإخراج السلفيين من منطقة دماج، ومن هنا مهدت الطريق لحرب تأتي بها لإنقاذ الشعب كما هو حاصل آنيا بعد أن كانت المتسبب الرئيسي في إشعال فتيل الصراع والحرب. ومنذ بداية الحرب إلى يومنا هذا وهي تعمل مع الإمارات على تدوير نفايات الأنظمة المستبدة إلى الواجهة من جديد والسيطرة على مقدرات الدول ومواردها ومحاربتها عسكريا واقتصاديا، وكل ذلك تحت مبررات ركيكة تمثلت في التحجج بخطر جماعة الإخوان المسلمين وبعض الأحزاب الإسلامية والدينية كما يزعم، وهذا مثير للسخرية حقا. فأقوالهم شيء وأفعالهم شيء آخر، والسؤال الذي يطرح على المتابع للأحداث: هل أصبح الإخوان المسلمين شماعة تستخدمها مملكة آل سعود والإمارات لترقيع الشعوب وقهرها، ولا دلوقتي بعد 5 سنين أو 6 سنين من المقال ده نقدر نقول إن في أهداف تانية لدول تانية هم بيتقربوا منها اليومين دول؟ تعال نروح لموقع الموقع الأمريكي The Conversation اللي بيقول: السعودية أجهضت ثورات الربيع العربي عسكريا. يبقى ثورات الربيع العربي ما كانتش وحشه. موقع كونفرزيشن الامريكي اللي السعوديه حليفه الامريكا، يعني ما حدش جايب حاجه من حاجه معاديه، في 2017 قال السعوديه اجهضت ثورات الربيع العربي عسكريا. خاشقجي نموذجا، صوت الناس بيقول خاشقجي نموذجا، النظام السعودي يغيب الاصوات الداعمه للثوره السوريه ويحرك المأجورين، ذباب الإلكتروني والمأجورين من مناطق أخرى. السيسي في اتصال مع ولي العهد إمتى؟ 19 أغسطس 2013 بعد 5 أيام من مجزرة رابعة. السيسي في اتصال مع ولي العهد ممتنون للموقف السعودي. العاهل السعودي دعا العرب إلى الوقوف معا ضد محاولات زعزعة استقرار مصر. فهمت ولا لسه؟ نقول لك تاني: 10 ابريل 2016 مصر تقر بتبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية. لماذا لم يعطي محمد مرسي تيران وصنافير للسعودية؟ لأنه وطني. قول عنه اللي انت عايز تقوله، ولكنه وطني. لم يعطي تيران وصنافير للسعودية، ولم يفرط في مياه النيل، ولم يفرط في حقول الغاز، ولم يفرط في سيادة مصر ودولة مصر ودور مصر الكبير، بينما فعل كل ذلك عميل ساعدته السعودية عشان يقضي على الربيع العربي في مصر فباع لها تيران وصنافير، ساعدته الإمارات علشان يقضي على الربيع العربي في مصر فادها القطاع التعليمي والصحي والمواني لمدة 30 سنة وادالها مصر بزيها.
مش كده ولا ايه يا تركي؟ خليك في المزاج، خليك في المزاج، في المزاج. شمشيرجي تغير الحجر بتاع الجوزة اللي اسمه ايه، تجيب له ناس يعملوا مسرحية بتاع، انت حر. انما الربيع العربي، الربيع العربي متكلمش عنه. الربيع العربي كان اشرف ما حدث في هذه المنطقة من شعوب الدول دي في العشرين سنة اللي فاتت. يا تركي انت اخرتك جلسة تصالح فيها بين انغام واصالة. الربيع العربي كان عايز حرية وقيم ودول تقف على رجليها وتستعيد مجدها، وطبعا لما تستعيد مجدها ده يزعلك. بس يا تركي ما تتكلمش عن الربيع العربي تاني، مش انت اللي تتكلم عن الربيع العربي، ومش اللي زيك اللي يقيم تحرك شعوب كبيرة في مصر، في العراق، في اليمن، في سوريا، في تونس، في الجزائر، في عمان، وفي غيرها. الناس اللي اتحركت علشان تجيب حرية او بعض يعني الحقوق، منهم اللي نجح واللي مستقر الان الحمد لله، ومنهم اللي بيتعاقب علشان ما يرفعش راسه مرة تانية. بس الاكيد في كل الحيثيات دي ان مش تركي الشيخ اللي اتكلم عن الربيع العربي.